السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعد الله من سؤال بريء واتصالات الوهابية. بهذا الفيديو إن شاء الله سنسلط الضوء على اتصال خلينا نقول يعني محزن بشكل جدا جدا كبير من الطريقة التي يتكلم بها هذا الشخص. هذا الشخص الذي يتكلم هو ضحية، أنا كتبت بعنوان الفيديو ضحية وهابية من الفكر التي أو الذي تمارس ضدها، الفكر الوهابي تمارس ضد هؤلاء المساكين الوهابية لدرجة جعل منهم لا يصدقون حتى الدليل العلمي أو الدليل الذي موجود أمامهم. نعم هذا الفيديو محزن جدا، وأن تبين عكس ذلك قد يرى أحد الأخوة الشيعة الرافضة أن هذا الاتصال أو هذا المتصل السفير هو معاند ومن أتباع أشرف غريب ورامي عيسى ومن أتباع وليد إسماعيل، لكن أنا أتكلم شعوري وأتكلم ما في داخلي. لما استمعت هذا الاتصال حقيقة حزنت بشكل جدا كبير، وخاصة على موضوع أنه وإن استعرضت يا حاج وعد الله الدليل فمن المستحيل أن يمكن أو لا يمكن أن يكون الصحابة حصل بينهم خلاف. الصحابة شخص يحب الآخر، ذلك وهم. الصحابة هم الذين بينوا لنا أو كانوا على وئام كامل بينهم. لذلك نقول أن هذا الاتصال محزن جدا. الحاج وعد الله يستعرض الدليل وهذا الوهابي لا يصدق. بداية الاتصال كانت بخصوص أنه أحد السنة يعاقب على كلام أحد السنة الذي بيّن أنه السنة يفضلون عمر وأبو بكر على الإمام علي عليه السلام. فهذا الشخص يقول أنه في كتبكم الإمام علي عليه السلام يرى أحقية وأفضلية عمر وأبو بكر عليه، فماذا تقولون يا شيعة؟ نسمع بماذا عقب وأجاب السيد ميثم الحاج وعد الله ونرجع بالتعقيب إن شاء الله، فخليكم الفيديو. تفضل أخونا الكريم ساهر ثم الأخ فارس. ساهر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو تكرمت أولا أشرف غريب اتصل فيك أكثر مرة ما رديت عليه، هذه واحدة، وهذا براحتك أنت، بس حبيت أعطيك خبر. متى اتصل؟ متى التليفونات؟ والله الآن كلها مشغولة. قبل ربع ساعة اتصل عليك أخوي، التليفونات مشغولة. لا والله مسك مع مشغولة، بعدين دق عندك ما رديت، ما رفعت السماعة. على كل أخي اسمع، لا قبل ما هاي خلي أفهمك شنو القضية. أخواني إحنا عندنا التليفون الواحد بأكثر من برنامج، يعني يتصلون على الإيمو، على يتصلون على الفايبر فمثلا الإيمو مشغول، الواتس أب يرن. فبعدين الآن أمام الجميع، خلي الآن ما في اتصال، ننسق مناظرة وقت بوقت، يلا ننسق مناظرة. على راحت فضل. إن أحببت اتصل عليه فتعرف تليفونه وتكلم وانتهر. أنا بس حبيت أعطيك الثاني. واحد مغرب اتصل عليك قبل شوية يقول على أهل السنة يجب أن يهدموا ما يعتقدونه بأن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أفضل من علي. نحن لم نقل هذا، هذا قاله علي بن أبي طالب. قال من فضلني عليهم جلدته. حد وين قالها؟ وين قالها؟ هذا موجود في كتبكم، موجود في كتبكم. أقرأ. والله أنا ما حضرت، مش أنا أكون صادق معك. زين أخونا، أوقف بس أوقف. موجود. أنا أدعوك يوم غد تسوي ميوت، لأن في صوت أطفال وأنت يضرب مكان عام. طيب حاضر. مكان حاضر عام. أي نعم أحسنت، لأنه مكان عام. طيب تقولت أن عليا عليه السلام قال من فضلني على أبي بكر جلدته حد المفتري. طيب أنا أعطيك مهلة منا إلى غدا، تجيب السند كامل ونتناقش بعدين. الآن هل المفتري يجلد يعني بأي حكم؟ فهذا الكلام غير ثابت عن الإمام علي عليه السلام. الآن أنا أقول لك غير ثابت وأنت تقول ثابت. حجي كيف الإمام علي عليه السلام يفضل على نفسه من يعتقد بأنه كاذب وخائن وغادر وآثم وفاجر؟ كيف؟ هل يمكن علي بن أبي طالب يفضل كاذب خائن آثم غادر فاجر على نفسه؟ من أخبرك أنه مغادر فاجر؟ ذا من الذي أخبرك؟ أنتم تصدقون وتصدقون في ريتكم في كتابك بخاري ومسلم
هذا لا 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 الرسول صلى الله عليه وسلم أوصف الصحابة. طيب إذا الآن قرينا من الكتاب، إذا الآن قرينا من الكتاب. لا لو تكرمت أنا معلش خليني أطلع من الأولى عند الأطفال. على كل أنت تقرأ من الكتاب اقرأ ما يمنع أستاذ، لكن كون أنك تقول أن أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الآن أقول لك شيء، اسمع يا ساهر أخونا أنت إنسان مؤدب، أنت تصدق أن عليا عليه السلام يكره محضر عمر بن الخطاب؟ يكره ما علي بن طالب، يحب علي عمر وتزوجها وتزوج بنات. يكره 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 محضر عمر بن الخطاب، تقبل؟ لا ما أقبل أبدا بين الصحابة، لا اللي أقبل. اللي قال هذا الكلام هل هو كاذب آثم غادر؟ والله شوف لكل موقف وذلك لكل موقف وكل مقال يعني لازم تعرف ما هو السبب، ولذلك لا لا هو السبب السبب انه علي بن ابي طالب يقول لابي بكر ائتنا ولا ياتنا عمر معك كراهية لمحضر عمر. هل موجود كراهية لمحضر عمر؟ اي موجود. لا 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 اتصور ان يقول كراهية. اللي يقول هذا الكلام اللي يقول هذا الكلام هل هو كاذب آثم غادر؟ لا لا ما نقدر نقول، لكن علي بن ابي طالب قال هذا فربما لشيء في نفسي، لا ربما لا اعرف ما سبب قوله هذا. ليه يعني لما اقراها يعني انا ما ادري من هو ساهر يعني انا الان فضل. اقول انا ما اجي للسعوديه، ما أريد أدش السعودية لأن الساهر فيها، أكره أنه أشوف محضر الساهر يأتيني أكره، هذا من الحب ولا الكره؟ هذا رأيك، هذا رأي علي، ليش تشكل؟ هذا رأي علي بن أبي طالب فيها صح كتاب عندكم. حاشا هذا فيها صح كتاب عندكم. الآن أضع لك أن عليا عليه السلام يكره محضر عمر ابن عمر. شوف هذا يا معود دخنة، الله يبارك بيك. شوفوا أخواني هذا الآن كراهية لمحضر عمر وأن أبا بكر مستبد، هذا أولا صحيح البخاري، وهذا أن أبا بكر مستبد وأن عمر هذا كراهية لمحضر عمر. شوف أمامك كراهية، لا بخل أسوي الكاميرا كاملة. شوف كراهية لمحضر عمر بن الخطاب، هاي أمامك أقرأ. لا أعطيني الصفحة وأنا أبحث عليها بطريقتي. هذا المجلد الثالث صحيح البخاري صفحة 78 لحظة. لا غير، انا لا الكلام ذا يجب ان يكون اسمع، لازم تقرا سياقه ولا تقتطعه كما يقتطع ابو حسن والاحاديث. تريد اقرا الان ولا اقرا بعدين ولا متى تريد اقرا؟ لا رتاهل تقرا صفحتين ثلاث. لا تقول الجزء الثالث صفحه كم؟ 78 78 البخاري. كتاب المغازي حديث رقم 4239 حتى تكون كتاب 39 زين، وأعطيك أيضا الباب حتى أيضا باب غزوة خيبر بالرقم 40، هذا هو الباب. فطيتك باب وكتاب وصفحة وعرضت لك على الشاشة، لكن لا تتصور اني انا كلامك ذا انه هنالك خلاف بين صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تقرا الحديث وتعال اناقشك فيه. لا 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 معليش، ما نسمح لي مهما فعلت مهما ذا، لا يوجد هناك، كانوا احباب واصحاب كانوا هذا اللي ربوكم عليه كانوا اصحاب. متى تستوعب الطريق؟ انت متى تستوعب الحق؟ أنا تربيت على الحق وعلى القرآن، ما تربيت، ما عندي أنا، لا تتصور أنتم تصوركم هذا والأشاعرة والوهابية
لو فتحت كتب الوهابية اللي أنت تقول أو سميتموهم لوجدت فيها قال الله وقال الرسول والتوحيد والأشاعرة. هذا الأشاعرة قال الله وقال الرسول، هذا السبكي ضد الوهابي يستدل بقال الله وقال الرسول في الخريدة، في 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 كتب الأشاعرة الجويني زين كله يستدل بقال الله وقال الرسول، الغزالي يستدل بقال الله وقال الرسول، محمد أبو زهرة ضدكم يستدل بقال الله وقال الرسول، ابن حجر العسقلاني يستدل ضدكم قال الله وقال، ها رجعوا أنتم، أنت تطلع روحك، إحنا شنو؟ إحنا باطل، أنتم ما تعتبرونا من المسلمين يا أخوي. طيب تفضل سيدنا. طيب حجينا العزيز، الآن أخونا العزيز، الإمام علي بن أبي طالب عندك في هذا الكتاب في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، في هذا الكتاب صحيح مسلم يعتقد هو والعباس بن عبد المطلب أن أبا بكر وعمر كاذبان خائنان غادران آثمان، فهل أنت توافق علي بن أبي طالب عليه السلام في اعتقاده هذا أم لا؟ حياكم الله من جديد. أعتقد هنا صار واضح جدا ليه سميت هذا الشخص ضحية، يتكلم من دون دليل، يتكلم بإنشائيات فقط، الصحابة واحد يحب الثاني واحد يريد الثاني، لكن مع ذلك أنا أعذر من يرى معاند، من يرى هذا الشخص معاند أيضا أعذره، لكن مثل ما قلت أنه أنا صادق بشعوري وصفت شعوري أنه هذا الشخص مسكين جدا، أنه تمارس ضده من الوهابية ومشايخ الوهابية والإعلام الوهابي، فحشو عقله بهذه المعلومات، لذلك نتمنى له الهداية، نتمنى له أن يبصر طريق الحق، طريق محمد وآل محمد، وأن يتفاعل مع هذا البرنامج، يتصل مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، عسى ولعل أن يصل إلى طريق الحق، طريق محمد وآل محمد. وعقب بموضوع أشرف غريب، أشرف غريب من الآن أنا أدعوك لمناظرة الحاج وعد الإمام، فقط رتب وضع أو رتب فقط وقت وموضوع تتفق على المواضيع، وبعدها الحاج وعد أو السيد ميثم الموسوي ستكون مناظرة بينك وبينه، فلو كنت لن نقول رجل، فلو كنت شخص واثق من دينك ومن عقيدتك فقد تواصل مع الحاج وعد الإمام ونسق الموضوع المشترك الذي تتفقون عليه، وبعدها المناظرة تحصل أمام الجميع، وإذا تريد الحاج وعد الإمام محصوب العينين أيضا سيأتيك الحاج وعد الإمام محصوب العينين، وإذا تريد السيد ميثم الموسوي فأنت تعرف السيد ميثم الموسوي جيدا، لذلك أي مناظرة تريدها يا أشرف غريب فقط تواصل ولا تتصل على البث المباشر. إذن مثل ما قلنا هذا الشخص هو ضحية للإعلام الوهابي، هذا هو ملخص اليوم، هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أنه نال إعجابكم وأتمنى أنه يوصل لكم بالصورة الصحيحة، الصورة اللي أنا اتعمدت أنه أوصلها لكم، أنه هؤلاء الشباب الوهابية هم ضحية للإعلام الوهابي، ونسأل لهم الهداية. هذا هو فيديو اليوم وهذا هو ملخص اليوم، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة، إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.